عبد الحق. من حوالي سنة ونص عملت حلقة عن تشغيل المحرك والسيارة باردة، عملت مشاهدات كثيرة وحوالي 4500 مراسلة ونقاش. البعض شكر ودعا والبعض قال اني انا ما افهم وقالوا اشياء كثير ما حقول لكم هي. عموما قلت خلينا اسوي هذه الحلقة معاكسة لهذيك الحلقة، بانه ايش يصير في المحرك اذا انا مشيت فيه ساعتين ثلاثة اربع ساعات وبعدين وقفت على محطة بنزين او استراحة وطفيته فجأة، هل هذا صح ولا لازم اترك السيارة تبرد دقيقة دقيقتين خمس دقائق افتح الكبود او اسوي اي شيء تاني؟ بشكل عام والجواب هنا لاكثر من 95% من السيارات ما يضر، تقدر تطفي المحرك، تقدر توقف مباشرة بعد مشوار ثلاثة اربع خمس ساعات من غير اي مشاكل. السيارات مصممة لذلك، المحركات اصلا صممت وفق معايير عالية عشان تتحمل اقصى الظروف وتختبر بناء على ذلك حتى في المناطق الحارة مثل الخليج، وما هو وفق درجة حرارة 25% وجو ربيعي وعصافير حواليك. ما لم تكن السيارة فيها مشكلة وبتسخن ما في داعي انك انت توقف وتبردها. وللحق المحرك واجزاء المحرك والجير وكل شيء في السفر ابرد بكثير وافضل بكثير من انك انت تسوق السيارة داخل المدينة. في المدينة الزحام وحرارة السيارات اللي بتخرج وحرارة الاسفلت وكل الاشياء هذه بترفع درجة حرارة السيارة بشكل كبير، يعني في المدينة وفي الزحام كأنك حاطط السيارة على جمر وكل شيء بيأثر عليها، بينما في الخط بالاضافة لتبريد مروحة السيارة عندك الهواء اللي بسرعة 120 او 130 بيرتطم في كل اجزاء السيارة مو بس في الراديتر وبيبرد السيارة، يبرد الراديتر المكيف وراديتر المحرك، يبرد المحرك نفسه لانه الهواء الجريان فيه حيكون افضل، الهواء اللي بيمر عبر الجنوط بيبرد الفرامل، بيبرد الهوبات، بيبرد الاطارات، ببرد الجرابوكس، ببرد الديفرنس، ببرد كل شيء في السيارة. خلينا نقسم الجواب إلى جزئين، جزء علمي وجزء عملي. فعلميا الأمر يعتمد على أمرين أساسيين، نوع المحرك وطريقة القيادة. بالنسبة لنوع المحرك، أغلب المحركات هي محركات انضغاطية طبيعية أو ما يسمى باللغة الإنجليزية naturally aspirated، بمعنى مراكب عليها سوبر تشارج أو تيربو أو أي شيء تاني. هذه المحركات قولا واحدا ما تحتاج تبريد، خلص مشوارك ساعة ساعتين عشر ساعات وقف السيارة طفيها وأنزلوا مع السلامة. بينما المحركات اللي عليها تيربو أو سوبر تشارجر تحديدا فأنت بتضغط كمية هائلة من الهواء، بتضغطها بترفع درجة حرارتها، ضغط المحرك أعلى، حرارة المحرك أعلى، الهواء اللي خارج من الشكمان أصلا، وارجع لحلقة التيربو، الهواء اللي خارج من الشكمان هو اللي بيساعد في دوران التيربو تحديدا، فبيرفع من درجة حرارة المحرك وبيرفع من درجة حرارة التوربين نفسه. في بعض السيارات التيربو ممكن يكون بحمل كبير وممكن يسخن لدرجة كبيرة، إطفاء السيارة مباشرة وهو حامي لهذه الدرجة ممكن يخلي الزيت داخله يغلي وممكن يأثر على التيربو وعلى أداء التيربو. بعض الشركات وفي بعض موديلاتها اللي فيها تيربو حطت فيها بما يسمى تيربو تايمر، تنزل من السيارة طفي السيارة تقفل الأبواب، المحرك يفضل شغال دقيقتين ثلاثة أربعة أحيانا إلين ما درجة حرارة السيارة تنزل، درجة حرارة التيربو تنزل وتطفي هي من تلقاء نفسها. والأمر الثاني هي طريقة القيادة، هل القيادة قاسية أم هادئة أو مريحة؟ هل أنت بتسوق داخل المدينة أم بتسوق في خطوط؟ هل بتسوق في جبال أم بتسوق في سهول؟ كل هذه الأمور بتأثر على الجهد العام اللي بيعطيه المحرك، الطاقة اللي بيصدرها المحرك، دورات المحرك، وبالتالي بتأثر على حرارة المحرك بشكل عام. إذا كنت مثلا بتسوق سيارتك في حلبة سباق أو طلوع مستمر للجبال لأكثر من 20 أو 30 دقيقة، فيمكن تكون فكرة جيدة أنك تهدي السيارة لعدة دقائق قبل إطفائها، لأن الحمل على المحرك كبير ويحتاج أنه يهدأ ويبرد. عشان كده في سباقات المحترفين تلاقي أن المتسابقين سواء اللي حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى أو حتى آخر واحد يكمل ما يسمى بلفة النصر، أحد أسبابها هو تبريد السيارة. والآن للقسم العملي، لح أخذ السيارة وأطلع فيها مشوارين مختلفين، واحد نصف ساعة داخل المدينة ونقيس بعدها درجات الحرارة، محرك، زيت المحرك وزيت الجربوكس. طيب الآن كملنا أكثر من نصف ساعة من المشي، هذه درجة حرارة المحرك نفسه، هذا الأويل تمبرتشر درجة حرارة زيت المحرك، وهذه درجة حرارة زيت الجربوكس. ومشوار تاني راح أطلع فيه حوالي ساعتين إلى ثلاث ساعات في خط سريع أمشي فيه لمدة طويلة، مثبت السرعة على 120 أو 125 كيلومتر في الساعة، وأيضا حنشوف درجة حرارة المحرك، درجة حرارة زيت المحرك، ودرجة حرارة زيت الجربوكس، ونقارن ما بين الاثنين. هذا إحنا ماشيين، درجة حرارة المحرك، درجة حرارة الزيت،
درجة حرارة زيت الجيروبوكس. خلينا نشوف إيش يصير لما يوقف. خلينا نشوف بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق إيش يصير في الحرارة. فعلياً درجة حرارة المحرك قاعدة تزيد. زيت المحرك حرارته ثابتة نسبياً لأنه أصعب أنه يطلع وينزل. وزيت الجير أيضاً زاد. بمعنى أنه السيارة لما توقفها وتسيبها شغالة حترتفع درجة حرارتها وتكون أحر من أنك أنت وماشي في الخط وتطفيها مباشرة. هذا الأمر أيضا ينطبق على سيارات الديزل. إذا سيارة الديزل معك 2000-2005 وطالع، فإحنا بنتكلم على تقنية جديدة، ما في داعي أنك تترك المحرك شغال. لكن لو الديزل كان تيربو ديزل، من الأفضل أنك أنت تتركها دقيقتين، ثلاثة دقائق، خمسة دقائق، إلي ما تبرد. إن شاء الله تكون هذه التجربتين وصلت لكم الفكرة. الخط السريع أبرد وأفضل للمحرك. إذا كان مرجعيتنا الحرارة، حرارة المحرك، حرارة الجير، حرارة الزيت داخل المدينة، السيارة حتستهلك وترتفع درجة حرارتها أكثر بكثير من الخطوط السريعة. فهل معقول بعد مشوار ساعتين أو ثلاثة ساعات داخل المدينة، لأني رحت أوصل أهلي ولا مقاضي، أسيب السيارة كمان شغالة؟